السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. بارك الله فيكم. وفيكم. عندنا شيخ لما واحد بيموت وكده فالناس بتتجمع وتعمل ختمة قرآنية. لم يثبت هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنهاهم عن كده يا شيخ ولا؟ بين لهم أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ودعهم وشأنهم.